الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وبعد. فهذه بشارة لكل مؤمن ومؤمنة. قال ابن كثير رحمه الله: وقد روينا في مسند الإمام أحمد حديثًا فيه البشارة لكل مؤمن بأن روحه تكون في الجنة، تسرح أيضًا فيها، وتأكل من ثمارها، وترى ما فيها من النظرة والسرور، وتشاهد ما عد الله لها من الكرامة، وهو بإسناد صحيح عزيز عظيم اجتمع فيه ثلاثة من الأئمة الأربعة. فإن الإمام أحمد بن حنبل رواه عن محمد بن إدريس الشافعي، ورواه الشافعي عن مالك بن أنس، ومالك بن أنس عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة، ومعنى يعلق يعني يأكل من شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. والحمد لله رب العالمين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.